شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب أحمد السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الأسيوية في الاجتماع التنسيقي الخليجي المنعقد في العاصمة الروسية موسكو وأكد وفد الشعب البرلمانية أن التعاون الخليجي وترسيخ اللحمة والانتماء الأخوي بين كافة الدول الخليجية يمثل خيارا استراتيجيا لمملكة البحرين كما أنه ينم عن الإرادة الصادقة في مواصلة العمل لإنفاذ العزم المشترك لدعم المشاريع الخليجية الموحدة خلال الاجتماع التنسيقي تم النظر في ومشاريع القرارات والبيان الختامي لاجتماع اللجنه الدائمه المعنيه بالشؤون الاجتماعيه والثقافيه وكذلك مناقشه موضوع موازنه الجمعيه البرلمانيه الاسيويه ودراسه تفعيل الفريق المعني بالوثائق التنظيميه والاساسيه للجمعيه البرلمانيه الاسيويه